خلينا نتحول بقى لمحافظة قنا. محافظة قنا دشنت مبادرة اسمها تواصل. المبادرة دي بيتم من خلالها تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارة خدمة المواطنين في المحافظة على لغة الإشارة، وده عشان تسهل التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع. معانا عبر زوم المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير يا باشمهندس، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح الخير يا مصر، صباح النور يا فندم، صباح الخير لكل الساده المشاهدين ومشاهدي القناه الاولى. طيب خلينا بدايه، اهلا وسهلا بحضرتك، خلينا نتعرف كده بدايه يعني فكره المبادره، وان احنا هنا بتعمل مبادره من تدريب وتاهيل للعاملين والموظفين في التعامل مع ضعاف السمع ومن لم يمتلكوا حاسه السمع. ازاي ابتديتوا التدريب وازاي ابتديتوا يعني تنشروا الفكره؟ واولا محافظه قنا شهدت في الفتره الاخيره تنميه حقيقيه طبقا لما يتم على مستوى الجمهوريه الجديده في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار رؤيه مصر 2030. مبادره التواصل اللي تمت في محافظه قنا بتعليمات السيد المحافظ اللواء اشرف الداوودي، والتي تم اطلاقها تزامنا مع ذكرى مرور عام على اطلاق فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، والتي تم اطلاقها في سبتمبر 21 والتي تستهدف الاشخاص ذوي الهمة. اطلقنا مبادره التواصل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجيه واداره خدمات المواطنين بالمحافظه على لغه الاشاره لتحسين مهاراتهم للتواصل مع ذوي الهمم خاصه الصم والبق، واصبحت من الضروريات اللي نهتم بيها وتبقى اللغه اللي هي بتساعد وتسهل فهم المواطنين ذو الصم والبق، ذو الهمم الصم والبق، ان نفهم هم عايزين ايه في مراكز التكنولوجيه عشان نبدا نلبي طلباتهم واحتياجاتهم اللي هم عايزينها. وبالتالي بدانا في المبادره بتعليمات السيد الرئيس الاستاذ اللواء المحافظ اشرف الداوودي بان نبدا في المراكز التكنولوجيه بعدد محدود نواه نبدا بيها. يكون عندنا 9 مراكز، في كل مركز فيه عدد 2 من الموظفين يبداوا مع واحد في خدمه المواطنين عشان نفهم الناس عايزه ايه، لان احنا بنبدا في محافظه قنا من 8 الصبح ل 11 يوميا لقاء خدمه المواطنين في المحافظه، وبالتالي في بعض الشخصيات بتيجي لازم نفهم هم عايزين ايه عشان نلبي طلباتهم. طبعا المبادره اسمها تواصل، هدفها دمج ذو الهمم بالمجتمع لتلبيه كافه احتياجاتهم والاستفاده من الخدمات الحكوميه المقدمه في المحافظه. مراكز التكنولوجيا النهارده لما يجي واحد عندنا يطلب طلب لازم نعرفه، فبالتالي بدانا ان احنا ندرب الناس على لغه الاشاره بالتعاون مع جمعيه النور المكفوفين في قنا واداره حقوق الانسان وحمايه الطفل عشان نبدا نشتغل في هذا المجال، لان ده مهم جدا في ان احنا نفهم المطلوب ايه ونلبي احتياجات ده الطفل. مهم جدا يا باشمهندس، لانه فاقدي السمع او ضعاف السمع كانوا بيحتاجوا حد يجي معاهم لاي مصلحه بالزبط. حكوميه او لمركز تكنولوجي عشان يخلصوا الخدمه عشان يشرح هو محتاج ايه، فاننا نوفر موظفين مؤهلين وقادرين ان هم يتعاملوا معاهم ده حاجه مهمه جدا. لكن حضرتك ذكرت ان هم 9 مراكز، ازاي تم توزيع هذه المراكز وليه تم اختيار هذه المراكز بالتحديد؟ لا هي مراكز اللي داخل المحافظه، يعني نجع حماده، ابو قشط، فرشوط، تمام، يعني كل المراكز نبدا نبدا باثنين نعلمهم وندربهم، وبعد كده نبدا نوسع الهدف. الخطه بتاعتنا احنا يتم التوسع في جميع الاماكن، يعني هنبدا بالوحده الكرويه مثلا، ما برضه في حد بيروح الوحده الكرويه يطلب طلبات ما حدش يفهمه، لا احنا برضه هنبدا المرحله الثانيه الوحدات الكرويه، المجالس، المدن، هيبقى في توسعات طبعا في نشر هذه الثقافه بحيث ان كلنا نبقى فاهمين المطلوب ايه عشان نعرف نلبي الطلبات. ما ينفعش حد يجيب حد معاه المركز يعطله، لا يجي من نفسه، ودي خدمه طبعا معموله لكل الناس اللي تستفاد. التوزيع زي ما حضرتك قلت في المراكز المختلفة، عايزة أعرف بقى كيف بيتم التنسيق ما بين الفترة اللي بياخد فيها العاملين التدريب والوقت الفاضي اللي بياخدوا فيه التدريب ده، بقى بيبقى مين موجود في مركز الشكاوى أو مين اللي بيستجيب للناس اللي جاية بالفعل تقدم أسئلتها وتسأل معلومات اللي هي محتاجة تعرفها؟ حضرتك في البداية في الأول يبقى في الاستقبال
اللي بنبدا بالناس اللي موجوده في الاستقبال عشان نقدر الناس دي تتفاهم وتتواصل معنا. وبالتالي بيعمل جدول لكل الموظفين، هتبقى كل الموظفين في المراكز التكنولوجيه عندها هذه اللغه، وجميع الوحدات الكرويه هيبقى عندها اللغه برضو. احنا طبعا بنبدا بحالات في الاول بدايه ممثلين عن المواقع المراكز التكنولوجيه او الوحدات المحليه، ونبدا بعد كده ننشر هذه الثقافه وتبقى كل الناس فاهمه ازاي بتشتغل في هذا المجال. اكيد عظيم. باشمهندس حضرتك قلت ان في 2 موظفين بس في كل مركز حتى الان، في نيه طبعا للتوسع زي ما حضرتك ذكرت في يا فندم في البدايه. في نيه طبعا للتوسع لان كل الموظفين يكونوا بيعرفوا يتعاملوا مع ضعاف السمع او فاقد السمع. بالظبط يا فندم كده، احنا بنبدا باثنين بدايه وبعد كده نبدا نتوسع نبدلهم ونشوف غيرهم، وبعد كده يبقى على في خلال 3 شهور يبقى كل الناس بدات تبقى فاهمه هذه. لما عرضتوا الفكره على الموظفين، استعدادات الموظفين كانت عامله ازاي؟ هل كانوا متحمسين لحاجه زي دي؟ طبعا كانت هي كانت اولا في مشكله ازاي ان نتفاهم مع هذه الفئه، مش فاهمين. فبالتالي احنا طبعا بدانا التنسيق مع تربيه التعليم عشان توفر لنا المدرسين المختصين في التدريب، وبدانا نعمل جدول تنظيمي بينظم مين اللي يحضر عشان نبدا في الاولويات في التنفيذ. وبالتالي طبعا بدانا العمليه في ان احنا ناخد من كل مركز 2، وده اللي يتم تحديده. وزي ما قلت لحضرتك كده، احنا بدانا في المراكز التكنولوجيه، وبعد كده الوحدات المحليه للمجلس المدينه، وبعد كده الوحدات المحليه القرويه. وده الخطه اللي هتتعمل في خلال 3 شهور الجايه ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظه قنا. شكرا جزيلا ليك.